تناولت السينما الجزائرية في كثير من الأفلام موضوع ثورة التحرير الوطني، غير أنها قليلة هي الأفلام التي عبرت عنها حقيقة. المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري في صدد إنجاز فيلم جديد تدور أحداثه حول موضوع إضراب 8 أيام. حاج رحيم ينطلق من قصة واقعية ليكتب السيناريو ويخرج الفيلم. السنة 1957، المكان إحدى منازل القصبة. الفيلم هو أيضا تعقب أحداث مثيرة تقودها امرأة مجاهدة، لكن مشكلتها أنها أرملة. عملها السري مع المجاهدين يجعل جيرانها يشكون في أمرها. يجمع الفيلم بين 3 أجيال من الممثلين، وجوه معروفة وأخرى جديدة، وهناك أيضا ما يكون وجه لامع في سينما المستقبل. حاورنا البعض منهم عن أدوارهم، وكان لنا أيضا حديث مع المخرج حاج رحيم حول موضوع الفيلم وظروف إنجازه. وهي يا تحبس من هذا الرجال داخلي خارجي، ولا نضربها بكارطة والجيران كاع راهم واقفين. ودك واش بغيتو عندك؟ ولا تعدوا ليا تحضروني؟ واش تكونوا انتوما باش ديروا القوانين في هذا الدار؟ علاش انا كاش نعرف من عندكم وقتكم شكون ديال اللي جاوكم؟ اسمعي، ما تقلبيش القفا علينا في هذه الساعه، انت اللي راهم يجيوك ضيف. ومن بعد انت واش دخلك؟ يكون سي بون. الدور ديالي في هذا الفيلم هذا هو ان انسيان كومباتون، ما يخافش الانسيان كومباتون، كان قدروا بخصوص اللي هو 14-18 و39-45، يعني هو اللي تسيطر ويزوق. مثل المراه قبيحه شويه جاني يعني صعيب، صح نفضل يرجع للحاج رحيم اللي عاوني، خاطر انا من المفروض دائما مثل الادوار نتاعي تاع مراه حنينه ونتاع ام وجده. اكسيو خدوجه احشم شويه، احشم على عرضك، ما كاش فيكم اللي نيتو صافيه يا اخي. دعي دير يا اخي. لو كنت جيتي تحشمي ما تهضري معايا الكلام هذا، انا بابا عيله وشريف. يعقوب الدور هذا يشمى في الحقيقه الاخت هذه تلعب مجاهده، وانا نكون غلط شكون هنايا وعندي اللي تبعنا 10 مشتريه عندي، والمرة هذه يسمى تخدم مع الخوا والناس قارين النطش، فهم كيفاش؟ ما تخدم ترملية أو تاني يعمروني أنا، فهم كيفاش؟ ومن بعد نكون مع الجبعة وبعد نولي معاهم مع فرنسا واللي كيديها طلع لك اللي عليه قتلوني. ومن بعد مدام صحفتك نشوفوك في اليوم في دور في كثير من الانفعال، يعني انت تمثلي في وسط دار، تمثلي مرحله معينه من تاريخ تاع البلاد، ولكن في نفس الوقت في علاقه داخل الدار، يعني واش كاين داخل الدار؟ يعني كيف الحقيقه الرساله اللي حاب يديها المخرج هي كيفاش المراه الجزائريه تعاني في مجتمعها. هذا هو المشكل، باسكو كما قال لك هو حتى وانا كنت نكافح مي لوفات اللي كنت وحدي، لوفات جابيت سول يعني وحدي مالغريك مجاهده، مي فيزافي دو المجتمع جو توجور مال كونسيديري مال سي سا، يعني الميساج كي فيغ باسي. والجو مع الممثلين مع المخرج يعني حتى تجربتي قصيره. أيوة. التمثيل ولكن الممثلين التجربه ناخذوها من les anciennes quoi, mais qui est vraiment un truc social quoi, y a un esprit collectif quoi. أول مرة نلعب في فيلم، والدور تاعي هو أنا عكونة وطرشة، أمي ويما خدوجة، ويما خدوجة مجاهدة وهي عقدة الفيلم،
وبابا مات مجاهد. بالا تخدم هي في الجبهة، تخدم في الجبهة ويجوها المجاهدين والجيران حاسبينها حاجة واحدة أخرى. مالا يحقرونا ويزقوا علينا، بصح هنا ما قدروش نرجعوا لهم. سي السامبل دو لا فام الجيريان. ما بوش با تي سوي افيك لي زيو زورا. ها وي موتور ساتور اكشن وضرب ديرو شنيف. ها رايحين طول حياتكم تبقاو عايشين هكذا؟ انصوا شويه روحكم لهذه الميزانيه اللي راكم فيها. صا ما تصرا والو، حبينا نحيو الباب ونديرو الزار بعد اللي يجي ما كانش يدقدق. اكو القصة دور حول الإضراب تاع 57 8 أيام هذوك، وهي قصة قصة مرأة ساكنة في وسط جيران في دار عربية في دار قصبة، وساكنة وحدها ما عندهاش راجل. لو تعرف المرأة اللي ما عندهاش راجل، احنا كي اللي ما عندهاش سقف، ما عندهاش سقف، ما عندهاش بيظلة، ما عندهاش الله يسمى محقورة. والفيلم كامل يدور حول هذه المرأة هذه. أيوة. إيه. والكتابة تاعو الحاج رحيم، هو شكون كاتب السيناريو؟ أنا اللي كاتب السيناريو، بصح رحت من قصة واقعية. أيوة. واقعية، ما نسميش الناس اللي عاشوا القصة هذه، هي القصة واقعية. وما دمنا في سياق هذه الموضوعات اللي تعالج الثورة التحريرية، أنت الحاج رحيم اليوم ربما في 1992 يقال باللي فيه أفلام قليلة جدا لتعبر عن الثورة، لأن درنا بزاف أفلام عن الثورة لكن قليلة اللي تعبر، وش رأيك؟ إيه نظن اللي ما هي الإمكانيات اللي ما كانش في الحقيقة. الحقيقة الإمكانيات اللي ما كانش، يلزم بزاف الإمكانيات باش نديروا فيلم اللي يعبر على الثورة كيما كانت كيما صارت في الحقيقة. احنا اليوم رانا نخدموا بلي بوتشاندال، مانيش عارف لك تشوف الاستوديو، شوف السقف تاعو موش استوديو. أي واحد يمشي برا لا نسمعوه، اللي راهم يهضروا برا لا نسمعوهم، اللي كلاكسوني برا نسمعوه، الأخير هذا موش استوديو، ولكن استوديو دو فورتون كيما يقولوا. ها دوك رانا نخدموا، راني ساي نخدموا في الليل باش ما نسمعوش الحس. كون نخدموا في النهار ما نجموش، محال. انا نخدموا في الليل باش ما نسمعوش الحس. دونك يلزمنا امكانيات كبار، امكانيات ضخمه للسينما، خاطر السينما واش هي ثقافه هي ثقافه من الثقافات الجزائريه. يلزم الناس ورب ميالور بالشكاره باش تخدموا هذه الثقافه، باش تثقفوا البلاد، باش خاطر بلاد بلا ثقافه يعني هي عبد بلا روح.